فبدي تشدهم بدكم على المطالعة، لأنه إن شاء الله بدنا تخلص دورة القرآن وتضل المطالعة يعني تصير طبيعة عندك، ما كنت تقدر تعدي بدون كتاب. هلا قولي من أول الآية نشوف فيها. طب ليش هيك صرتوا تجويد؟ لأنه هيك نزل القرآن وهيك لفظ الصحيح. ضاحكة 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 مستبشرة. وأنت قديش صرت حافظة؟ 17. وانت كمان 17؟ قد حمزه نافسي انت وياه. ولم اكن بدعائك ربي بدعائك بدعائك ربي شقيا. جيده ابدا. يلا مين بده يسمع يا بنات؟ تحجبي يا صفا؟ انت بدك تحجبي ولا امك او ستك او حدا بده يتحجبه؟ انا وعائلتي. المجتمع اللي نحن عايشين فيه عم بيتغير، ونحن عم نعيش لساتنا بهذا المجتمع. طب كيف نحن بنقدر نضل عايشين بهذا المجتمع ونضل عايشين ضمن نطاق الإسلام؟ إذا بيكون في عنا علماء يعني بس مجرد يعلموا الطلاب إنه كيف نحن بدنا نستنبط الحكم من يعني يعطونا القاعدة ونحن نستنبط. نحن بنعتبر الحجاب من حقوق المرأة لأنه هذا بيحميها، هذا بيعرف فيها إنه أنا إنسانة مسلمة.